أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع السابع عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب، سنقوم بمراجعة الخطبة الملكية، حيث ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. هذا الخطاب في الجلسة العامة للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 28 من شهر أيلول لعام 2015، استمراراً للجهود المبذولة في إبراز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم من أجل صناعة المستقبل الذي تريده الشعوب والذي يسود فيه التعايش والازدهار والسلام، حيث ذكر جلالة الملك سبع خطوات لتحقيق ذلك، وهي العودة إلى الروح المشتركة بين الأديان وتغيير لهجة الخطاب وترجمة المعتقدات إلى أفعال وتعظيم صوت الاعتدال وكشف الزيف والخداع عن حقيقته، والتسامح لا يقبل التطرف، والتواصل يحدد كيفية العيش والتفاعل. نص الخطبة الملكية: بداية يبدأ جلالة الملك بالشكر فيقول: أشكركم جميعا، ويطيب لي أن أخاطبكم من على هذا المنبر الدولي ممثلا للأردن، وإنسانا يحب الله ويخشاه ويحب البشرية جمعا. بعد ذلك يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني بإطلاق مبادرة تبرز أهمية التسامح والحوار على مستوى العالم، وتجسيدا لذلك أطلق الأردن رسالة عمان وكلمة سواء والأسبوع العالمي للوئام بين الأديان. يتطرق بعدها إلى الخطوات التي سننفذ من خلالها هذه الرؤية، إلى العودة إلى الروح المشتركة بين الأديان، أن نتخاطب بالحب ونبتعد عن العنف والخوف والغضب، نترجم المعتقدات إلى أفعال. أيضاً هناك علينا أن نعظم صوت الاعتدال وأن لا نسمح بأن نحتكر على شاشاتنا وموجات الأثير وشبكات التواصل من يشكلون الخطر الأكبر على عالمنا، أن نكشف الزيف والخداع على حقيقته، وأن نعطي الإسلام صورته الحقيقية. أيضاً التسامح الذي لا يقبل التطرف بل هو نقيض تماماً للتطرف، علينا أن نتصرف بلا مبالاة وأن نبتعد عن أي مكان أو أي دعوة تدعو إلى التطرف. والخطوة السابعة فتتعلق بالاتصال، ففي عصرنا هذا يحدد التواصل كيفية التعايش والتفاهم سواء في أعمالنا أو مجتمعاتنا أو مدارسنا وسائر جوانب الحياة. يجب أن نعمل بشكل جماعي في جميع المجالات التي ذكرها جلالة الملك من أجل مستقبلنا. وبالطبع سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو القصيدة الجميلة إلى فارس العربي عبد الله الثاني. كللت باسمك تاج العز والحسب، روحي فداك لعمري فارس العربي، قد شاءك الحق ربانا لأمتنا، يجري بك الفلك لا يخشى من العطب، يا صاحب الرأي ما غابت بصيرته، أنى تغيب وعنه الشمس لم تغب، يمضي بك العزم في حزم على ثقة لا يخشيان، ومنك الفأل في النوب، دع القصائد تجري في مسامعنا، بغيرك الشعر عبد الله لم يطب، ما كنت للقدس إلا وإرفا ظللا، والقدس لحمتها معقودة النسب، والراد موقعة طواع مصعبة، لمن بريت بعون الله لم تهب، يا من مددت من الترحاب باذله جسرا من الأمن للأهلين عن كثب،
الخير فيك دعاء العرب ضارعة، أن لا نضام وأنت الأمن في الحجب، لك السلام حفيظ المصطفى نسبا، ما شيد فيه لكم يا أشرف العرب. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.